علاقة المغاربة بالأجانب وعلاقة الأجانب بالمغاربة تاريخيا فيها بزاف ما يتقال، علاقة متبادلة فيها الدهشة والإعجاب والاحتقار والدنيا والتبياعات والتبرقيق والطمع والخيانة والشتائم والحب والزواج وداكشي. حلقة اليوم على واحد شخصية خطيرة يلقب بالعيساوي ولكن سميته الحقيقية والتر هاريس، عامر بالمشاكل، مغامر انجليزي عزيز عليه المغرب وعزيز عليه التحاف، وجمع كيجمع القطع النادره وكيقلب على مناجم الذهب والفضه في المغرب وضربها في 16. كان والتر هاريس صحفي انجليزي طموح جا للمغرب سنه 1886 وكان عمره 19 عام في هذاك الوقيته، وكان غزال وما عندوش معله. كتب 3 ديال الكتوبه على المشرق العربي وجوج الكتوبة على المغرب، الكتاب الأول على المغرب أرض السلطان الإفريقي، والكتاب الثاني المغرب الذي كان، وكان يكتب عن المغامرات ديالو في المغرب بيوجه الكتابات ديالو للقراء البريطانيين بنوع من التشويق وبكثير من المغامرات. كيعاود على الخادم ديالو اللي سميتو سليم، وكيقول ملي كيشوفني كيكون فرحان وكيكون عينيه مخواتات، كنت عارفه اشنو باغي. بيني وبينكم انا ما عنديش مشكل، حيث كان الاعجاب متبادل وكنت سعيد باش نشوفه مني كنرجع من بريطانيا، ما عمرني حسبت راه خدام عندي، ما كايناش لا هذيك العلاقه ديال السيد والخادم. كان كيعيط ليا ديكت العيساوي، صباح الخير العيساوي، وكنت كنعيط ليه سليم حرفيه. ومن خلاله اكتشفت وحدين اخرين وعلاقات اخرى، وهاد العلاقات ساعدتني بزاف باش ندخل المغرب ونعرف بزاف ديال الاسرار وندخل للبيوت ديال الفقراء والاغنياء والاثرياء وحتى قصر السلطان. كان سليم زوين وطويل وسمر وكيلبس لباس محلي جميل زايد عليه احذيه مغربيه ولباس اوروبي تحت اللباس المغربي. كان سليم في الاصل مرشد سياحي وكيتكلم على الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه ديالو كمرشد، وكان كيمشي معاه لاي بلاصه، وكيتكلم على صاحبه كاريلتون اللي كيتكلم الدارجه المغربيه طلقة، وعن صديقة أمريكية اسمها أنجيلا اللي قالت لأمها راني باغية نزوج مغربي والمغرب أجمل مكان شفته في حياتي. كان مفتون بمدينة طنجة بزاف واستقر بها منذ 1886، وعطاه السلطان المولى عبد العزيز قصر بطنجة، وهذا القصر وقعت فيه بزاف ديال الحكايات والقصص وفيها كل شيء. هاريس كان مغامر وكان كيحب التحف وجمع القطع النادرة، وكان كيبحث على مناجم الذهب والفضة بالإضافة إلى العمل ديالو كصحفي ومراسل لصحيفة تايمز اللندنية، وتعلق كثيرا بفضاء طنجة حتى أنه أوصى أن يدفن ولا باش يتدفن فيها على غرار العديد من المشاهير والمفكرين والمغامرين اللي عاشوا حياتهم في طنجة ما بين القرنين 19 والقرن 20. في الأخير مات فيها وتدفنت فيها في شهر أبريل 1933. في كتاب أرض السلطان الإفريقي كيحكي فيه على رحلته من طنجة إلى فاس ومكناس، وهي عبارة عن مذكرات ومجموعة من المغامرات لشاب كان عايش بالمغرب والمغاربة بزاف. والتر هاريس ولا صديق للسلطان المولى عبد العزيز، ثم ولا مستشار ديالو، ثم اقترح عليه فكرة الإصلاح الضريبي لسنة 1907 اللي جعلت الكثير من الاثرياء المغاربه يتحلفوا عليه ويهدوه بالقتل، وهرب هربه خايبه، هز فلوسه والذهب ديالو من طنجه وخوا البلاد، وعاود رجع من لهنات الوقت مع السلطان المولى يوسف. كتبقى فيلا هاريس تكريم لذاكره طنجه السياسيه والفنيه، وتحولت الفيلا التي كانت شبه منسيه ومهجوره الى متحف ومعرض فني بمعايير دوليه ومكسب للثقافه والفن بالمغرب والتاريخ المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.